السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مهم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير لكم فلوغ. شحال هذه ما درت فلوغ، يعني كنشوف انه كيعجبكم دي فلوغ اكثر من شي حاجه اخرى، دونك غنولي ندير لكم دي فلوغ اكثر وغنعرفكم على مدينه الحسيمه والشواطئ اللي فيها معروفين يعني، واللي كتميز يعني راكم عارفين ان مدينه الحسيمه راه كتميز بالبحوره ديالها والنظافه ديال الشواطئ ديالها، وفيها البحوره بزاف انقيين بزاف وناسها راهم ظريفين، واهم حاجه انها محترمين، يعني البحوره تيمشيو ليها العائلات محترمين، راكم عارفين شنو كنقصد. دونك اليوم غنوري لكم جزيره نكور وسواني، اللي هما جوج بحوره. جزيره نكور موجوده في بحر ديال السفيحه. دونك غنعطي لكم بعض المعلومات على جزيره نكور، على التموقع ديالها، وعلى يعني للاستفاده. هذا الفيديو ما غاديش يكون غير فلوغ، يعني فيه الاستفاده. فجزيره نكور كتواجد في الجهه المقابله لشاطئ سفيحه، 8 كيلومترات من المركز. فجزيره نكور كتميز بجمالها وكتلفت الانتباه ديال الزوار ديالها بالشكل ديالها، يعني القريب من سفينه حجريه بيضاء محمله بعض المنازل اللي كتكون ملتصقه مع بعضها البعض، ووجود كنيسه. ولسوء الحظ أنها ما زالت محتلة من قبل الاستعمار الإسباني.
كما كتشوفوا شاطئ سوانين اللي كيبعد بسبع كيلومترات على مدينة إمزورك، ويعد أطول شاطئ بإقليم الحسيمة، واللي كيتواجد هاد الشاطئ بقرب من غابة من الأشجار اللي هي كثيفة، واللي كتوفر واحد التنوع من المناظر الطبيعية ذات جودة فريدة من نوعها، واللي كتستهوي محبي الطبيعة والبحار. كيمتد من مصب واد غيس حتى واد النكور. هاد المنطقة اللي كتحتوي على الرمال ديالها الخليجية السوداء، واللي كتستقطب السياح من كل مكان، وهذا اللي جعلها كتميز بأبرز الأماكن السياحية بمدينة الحسيمة شمال شرق المغرب. Thank you.
وشمينا ريحه الهواء ديال البحر ويعني كسرنا الروتين ديال الدار وصف وديال القرايه انه دابا راها العطله صافي. دونك مشينا بعد تغدينا عند كافي ميرا لونا واللي معروف هنايا حنايا هنا في الحسمه معروف بسميت شوحو يعني مولا سميتو شوحو. دونك الاكل ديالو زوين بزاف وحتى يعني عندهم داكشي نقي ماشي داكشي ديال الروينه وداكشي. دونك كيمشيو تما العائلات كيتغداو كيديروا عشيه كيكون محلو 24 ساعه على 24 وكما قلت لكم يعني الماكله ديالهم كتكون نقيه بزاف بحال ديال الدار. كنتمنى انكم تزوروهم